أشهر قليلة فقط على انتهاء عملية غصن الزيتون العسكرية في آذار الماضي، أشهر تغيرت فيها ملامح مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بما قدم لها من خدمات محلية. المجلس المحلي في المدينة وبالتعاون مع السلطات التركية في بلدية ولاية هاتاي نفذا مشروعا لإصلاح الطرقات وتعبيدها. تعاون مع رئيس الخدمات عفرين مجلس المحلي، التعاون مع بلدية الريحانية وبلدية هاتاي بتسفيه الطرقات واول الحفر الموجوده بعفرين وريف عفرين. اهميه المشروع لا تكمن فقط في تخديم اهالي المدينه وزائريها، انما كونها اضحت عقده مواصلات وربط بين ريفي حلب الغربي والشمالي، اذ تحدها مدينه عزاز شرقا وداره عزه جنوبا، بالاضافه الى كونها سوقا اقتصاديا كبيرا في الشمال السوري. احنا كمواطنين نشكر الحكومه التركيه بولايه هاتاي ونشكر المجلس المحلي اللي قام بهيك الخدمات. هالخدمات مهمة كتير، يعني تسهيل حركة المرور، تسهيل السيارات، الروحة الجاية، الأمور اختلفت، لأنه بالأول كان كتير في مشاكل بالنسبة للمحملين بضاعة. الأمور الحمد لله رب العالمين تحسنت، إن شاء الله بقطاع النظافة كمان الأمور تتحسن. هو ليس مشروعا خدميا فقط، إنما ينذر فعليا ببدء مرحلة إعادة الإعمار في الشمال السوري، حتى وإن كانت ضمن مجالات محجمة حاليا، بيد أن نسيان الفصول التي مرت بها عفرين على مر السنوات السبع قد يبدأ من هنا.